الثاني والمباراة ككل. كرة أمامية، جول يفعل يوسف يزبرشيد، يفعل يوسف يزبرشيد وأيضا لنفسه العنوان. فرحة الشاذلي، فرحة الشاذلي يبدو أنها أتت في هذا الوقت بعد المحاولة الماضية، بعد العملية الماضية والطريقة التي باغت من خلال فريق يوسف يزبرشيد مرمى حارس فريق الفتح الرباطي أمسيف. نتابع اللقطة التي لعبت بهذه الشاكلة والراسية التي اعتلت الجميع قبل أن تأتي العملية على مستويين. الكرة كرة خاطفة لم يتوقع ولا واحد بهذه الشاكلة وبهذا الأسلوب، وأعتقد أنه معاد، هو معاد فكك رقم 37. نعم، من قام بوضعها في الشباك؟ معاد، يا معاد يضع عنوانا مهما لمباراة اليوم بهدف واحد مقابل الشيء أمام حصرة أمسيف، الحصرة الواحدة.